مرحبا شباب، بيج رامي السنه دي ان شاء الله وضعه افضل من السنه اللي فاتت، لكن في منافسين لي قويين جدا. انا حابب بس اتكلم على لاعب واحد ان شاء الله هنتطرق له بعد شويه، لكن السنه دي في منافسين قويين بمعنى الكلمه لبيج رامي، نفس مثلا براندون كوري، مستواه المفروض ان هو افضل من السنه اللي فاتت والمفروض ان هو راجع عشان يستعيد اللقب. واللاعب الثاني هادي شوبان وضعه السنه دي انت هتشوفه افضل من السنه اللي فاتت بكتير، لانه وصل امريكا من فتره وجاهز ومرتاح، ويعني شفنا الصور بتاعته يعني بصراحه خيالي خيالي بمعنى الكلمه. يعني هادي شوبان احتمال السنه دي تلاقيه في التوب 3 بمعنى الكلمه. يعني هادي شوبان السنه دي ضخم ناشف. هاني رينبود بمعنى الكلمه ان هو يعني عايز يقول ان هادي شوبان هو ده اللي هيكون مكان فيل هيس، ان هو ممكن يجيب بيه 5 أو 6 أو 7 مستر اولمبيا. مش دول اللاعبين اللي انا حابب اتكلم عليهم، في لاعب كل الناس بتتكلم عليه هو نيك وولكر. شارك في نيويورك برو واخد فيها المركز الاول، وشارك في ارنولد كلاسيك اللي هي كانت من حوالي اسبوع واخد فيها المركز الاول، من اقوى البطولات اللي تتعمل في كمال الاجسام نيويورك برو و أرنولد كلاسيك أوهايو، وأخذ فيهم المركز الأول. نيك وولكر السنة دي يعني بصراحة يعني هو تقريبا ما ظهرش على ساحة كمال الأجسام الغير السنة دي. الولد صغير في السن لكن في عنده ضخامة عضلية بصراحة يعني حاجة غير طبيعية. يعني شوف مثلا هنا وضع السايد شيست خيالي خيالي يا جماعة، يعني مقلق بمعنى الكلمة. إن نيك وولكر احتمال تلاقيه واقف جنب رامي والاثنين بيتنافسوا على الصندوق. الولد خيالي، الولد عنده ضخامة عضلية بصراحة رهيبة. فنيك فولكر السنة دي يعني ظاهر للناس بشكل ضخم ضخم بمعنى الكلمة. يعني ده الفيديو من أرنولد كلاسيك، شوف الضخامة شوف الشكل. لكن في هنا نقطة بس أنا حابب أوضحها، إن العمق العضلي لنيك فولكر مش كتير في الظهر. يعني مثلا لو وقف جنب رامي هيفوز عليه في الظهر. لكن النقطة المقلقة فين؟ ان لما تقارن بيج رامي قارنه بنفس الحجم لنيك وولكر هتلاقي انه تقريبا نيك وولكر هو اللاعب الوحيد السنة دي اللي واصل لنفس الحجم اللي واصل ليه بيج رامي. فالسنة دي تتوقع ان نيك وولكر تلاقيه واقف جنب بيج رامي السنة دي. لكن انا من وجهة نظري مش تحيز ان انا اشوف بيج رامي افضل في اوضاع كتير. يعني مثلا الفرونت لات سبريد بيج رامي افضل، وضع الدبل بايسبس بيج رامي افضل، وضع الموست ماسكلر اعتقد نيك وولكر افضل. لكن في نقطة كمان بس حابب اوضحها بالنسبة لنيك وولكر، نيك وولكر عنده مشكلة كبيرة جدا في شكل رجليه. يعني ما اعتقدش ان ممكن ان هما يدوا مستر اولمبيا للاعب بالشكل ده، ان هو عنده دوالي ودوالي ظهرة جدا في منطقة الساقين. فاعتقد انه وضع نيك وولكر يعني مش هيكون 100% صحيح لغير لما يعمل عملية ويشيل الدوالي دي عشان يقدر يفوز بمستر اولمبيا. لكن كضخامة كشكل ككونديشنينج اعتقد ان ده اخطر لاعب على بيج رامي، من ناحية السايز، من ناحية الكونديشنينج، من ناحية العمق العضلي اعتقد بيج رامي افضل بكتير. من ناحية البالانس ان هو يعني كتلة العضل بين الجزء السفلي والجزء العلوي اعتقد بيج رامي افضل، شكله افضل من نيك وولكر. ده كان تقريبا اعتقد ان ده اخطر لاعب على رامي السنة دي، لان وضعه وشكله تقلي افضل من براندون كيري، افضل من هادي شوبان، افضل من ناس كتير جدا هتكون في التوب 6. يعني افضل من ويليام بونك بكتير. يعني اعتقد ده ان ده هيدفع ويليام بونك بره التوب 6. خصوصا كمان في نقطه انا حابب اوضحها ان احنا لسه ما شفناش بيج رامي عامل ازاي السنه دي. اوكي شفناه وهو بيتمرن، شفناه وهو في صور رفعها ليه من فتره، لكن ما تحكمش على حد او ما تحكمش على لاعب الا غير لما تشوفه واقف جنب اللاعب الثاني. يعني احنا اوكي هنا شفنا نيك وولكر لوحده، الدنيا جميلة، صور ممكن يكون معمول لها تأثيرات ضوئية، ممكن يكون معمول لها افكت بحيث ان هي تبان بشكل بعمق عضلي اكبر.
لكن مش عايزين نحكم الا غير لما نشوفهم الاثنين واقفين جنب بعض على المسرح ونبدا نحكم ونبدا نشوف مين الافضل. من وجهه نظري الشخصيه ان نيك وولكر هتلاقيه في التوب 3 السنه دي. من وجهه نظري ان هو اللي هيكون المنافس الاكبر لبيج رامي في التوب 2، يعني هتلاقيه هو اللي بينافس على ساندو. ونقطه كمان حابب اوضحها، الكلام اللي انا بقوله كلام كله مبدئي، كلام كله توقعي، احنا لسه ما نتوقعش اي حاجه الا غير لما نشوف البري جادجنج ونشوف الفيرست كول اوت ونشوف وضع اللاعبين في اول ظهور ليهم. فالكلام ده كله اللي هيحدد. الكلام اللي انا بقوله ده توقعات، يعني غير ممكن يكون غير محتمل بالمره. ممكن تلاقي مثلا نيك وولكر بره اصلا التوب 6، ممكن تلاقي هادي شوبان بوضع افضل، ممكن تلاقي براندون كيري بوضع افضل. لكن اللي انا بقوله على الشكل او على الكونديشنينج او على اللي ظاهر على السوشيال ميديا او على الكلام اللي اكتر متابعين كمال الاجسام اللي بيقولوا ان نيك وولكر هو اقوى منافس لبيج رامي السنه دي. النهارده ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي، النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 8 بتوقيت الامارات والساعه 6 بتوقيت مصر. ان شاء الله نشوف انطباع كويس، وان شاء الله نشوف بيج رامي في افضل حالاته، في افضل حالاته النفسيه، عشان يقدر ينافس بكره بطريقه كويسه. ان شاء الله بكره انتظروني في فيديو عن التحكيم في كمال الاجسام او التحكيم عامه في مستر اولمبيا. شكرا لكم، وانتظروني في الفيديوهات الجايه.